اليوم هوانا لحم الغنم، لحم الغنم او لحم الضاني يا حبيبي يا قمر، اللحم الغالي على القلب اللي اي اكله بينضاف عليها هذا اللحم بتطلع شيء غالي وعقيل يا حبيبي يا قمر. لهيك اليوم اكلتنا مع الخضار، جايبين فخاره رح نعمل اكل بالفخاره، شويه لحم على شويه خضار يا حبيبي يا قمر رح يعملوا اجمل تناغم واجمل انعاش للقلب. وشوفوها معي بطريقه سهله وسريعه واكيد لذيذه اكثر.